بتكلم عن طابعة الليزر اللي تحفر بالليزر. أول شيء نصمم تصميم مثل شعار مدرستنا. تواجهنا مشكلة صديقاتنا عندهم إعاقة سمعية في المدرسة، فحبينا ننبههم لأنهم يعتمدون اعتماد كبير على حاسة البصر، وحبينا نسوي ساعة ضوئية تنبيها لهم من الحصة دي انتهت. بعدها ننقل على CNC عشان تستقبل الآلة التصميم وتبدأ بالعمل بحيث أنها ترسم لنا الشعار بالليزر. إعداد مهارات أبنائنا الطلاب وتنمية قدراتهم، لأنهم يعتبرون أكبر ثروة. حققت رؤية 2030 وهيئة الطالبات لسوق العمل منشار الترددي، نقدر نقص الخشب فيه بصورة مختلفة حنحددها. إذا اقتربتي أقل من 10 سنتي يصدر صوت. بالنسبة لاستخداماته ممكن نستخدمه في أماكن التنبيه من الخطر مثل المسابح، مثل الأماكن الخطيرة اللي نرغب في عدم اقتراب الأطفال مثلا. هذا الشكل النهائي. المادة المستخدمة مادة فيلمنت. في النهاية صار عندنا حامل جوال.